شوفني مشغول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مقطع جديد. قبل لا نبدأ المقطع لا تنسون اللايك والسبسكرايب. الأسد كعادته يسوي نفسه أنه مختفي على المكان، فجأة يطب علي أول ما يشوفني مشغول. بعدين ايش قاعد تاكلني يا اخي؟ وقعين عينك تاكلني يعني. وش هذا البطن هذا؟ وش هذا البطن؟ شوف كرشت يا هجام. هجام قاعد تمشي فوقي يا هجام، ما يصير. عندي أسد يا إخوان قاعد يحاول يأكلني. خلاص خلصت. تبي توصل رقبتي ما أنت عارف صح؟ لا بشويش بشويش بشويش. بس تعال يولي 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 تعال تعال تعال. لا خلاص بخليك حرش معي. بالله عليك. حمس لا تخرب لا تخرب لا تخرب.